انا قررت ان السنه دي هتكون ان انا احب نفسي واشجع نفسي وابقى مقتنع ان انا هقدر وهوصل وهنجح وهكمل المشوار وكل الحاجات دي. بتنتقدي نفسك في ايه قدام المرايه؟ بتقولي لنفسك ايه الحاجات اللي مش بتعجبك فيه؟ مش حاسه ان هي ممكن تكون قدام المرايه على قد ما هي قبل ما انام. هي بتبقى افكار اللي هو ليه عملت كده، ليه قلت كده، حاسبي نفسك بقى والكلام ده، ليه ما فكرتيش في كده، ليه ما رديتيش بالطريقه دي. بس على قد ما انا الحاجات دي بتيجي في دماغي قبل ما انام، على قد ما ببقى اللي هو خلاص اللي حصل حصل، يلا بقى ننام عشان بكره يوم جديد و يعني بقى نكمل عادي. لو هتغيري اسمك اللي هو اصلا اسم مميز جدا مش موجود كتير، مش هنلاقي في حياتنا طاره ده كتير، وهو معناه اعتقد لو انا فاكر نهر في الاردن، نهر في تركيا، نهر في حته مش نهر اساسا. اوكي ده اجتهادات المذيع كان ايه انا فاكر، بس هو نهر، نهر اهو 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 آه بس مش في الاردن، مش في تركيا. فين بقى؟ نفس القارة يعني، الأردن تبعنا بس تركيا مش مهم. لا بس هو معناه نني العين بالتركي، نني العين بالتركي بالتركي. شفتي بقى في طيب. المهم لو هيتغير، لو هتغيري اسمك تختاري اسم يكون عامل ازاي؟ اقول لك عايزين نعرف. دانيال، بحب الاسم ده قوي. ده ليه معنى ايه؟ معرفش. مش عارفه بس هو عاجبني، بس هو اسم عاجبني قوي. كان عندي، عارف الاطفال لما بيكون عندهم بيبي بون، البيبيهات الصغيره دي، كنت مسمياها دانيال، فكان الاسم ده عاجبني قوي مش عارفه.